اكثر الجمل كيجيني غريب مثلا من عندهم شي حال جهوي هو عندي واحد البي دي اف فيه كاع التعريف ديال المادة الاجتماعية. وهذه القضية راه ما كايناش مرة، راه نهار الجهوي اخر تعريف كتقول انه غيكون نهار الجهوي هو اللي كيتحط لكم نهار الجهوي. يعني التعريف نتا نهار الجهوي راه كديرهم عن طريق الفهامة ديالك. مثلا المادة مثلا ديال التاريخ، الا عطاوني شي تعريف نهار الجهوي خاصك تعرف انه التعريف كيتكون لك من الزمان المكان والمعلومات اللي عندك على داك التعريف. اي تعريف كلمة كان عطاو لك نهار الجهوي غتحاول تحترم فيه فقط الزمان المكان والموضوع ديالك. مثلا لو قلت لك النازية غنحاول ندير الزمان المكان والمعلومات اللي عندي عليها. الزمان نقدر ندير مثلا قبل الحرب العالمية الثانية، المكان المانيا، والمعلومات اللي كنعرف عليها هو انه حزب ديكتاتوري اسسه هتلر. اذا نجمع التعريف ديالي ونقول لي النازية حزب ديكتاتوري قاده هتلر بالمانيا قبل الحرب العالمية الثانية. اي تعريف عطيته لك في التاريخ اعتمد لي على النهج هذا، الزمان المكان والمعلومات. قال لي مثلا موسوليني، الزمان قبل الحرب العالمية الثانية، المكان ايطاليا، والمعلومات انه كنعرف موسوليني هو مؤسس الحزب الفاشي الديكتاتوري بايطاليا. اذا نقول لي اخوتي موسوليني هو مؤسس الحزب الديكتاتوري الفاشي بايطاليا قبل الحرب العالمية الثانية. اذا ما كاينش شي حاجة في الاجتماعيات سميتها بي دي اف تعريف كامل. تعريف نهار الجهوي كنديرهم عن طريق الفهم، الزمان المكان والموضوع. كان معكم درس دوت كوم، ما تنساش خليك ايجابي وبارطاجي لا فيديو مع شي صاحبك عنده امتحان جهوي. بون كوراج ليكم خوتي.